من هذه النار بكيت، ولكنني عندما سمعت صراخ العلويات تذكرت روعة عيال جدي الحسين عندما أحرقوا خيامهم، والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. ألا من مناد وحسينا جروا النتغ صب الدمع بالخد نثى، وقال اللي ذوب مهجتي من شعله النار، سمعت الحرم يتصارخون صغار وكبار، وذكرت من فرت من الخيمة المصونة. يعني ذكرت عمتي زينب، فصل إلينا سيدي ما تذكر، قال بطف كربلاء عقب الظهر في يوم عاشور، شعلت بني مي النار بوسط الخدور، وفرت الحورة والحرم كلها بلا شعور، وصرخت فرد صرخة بوليهن يندبون. آه هذا الحرق قلبي وخلى دموعي تسيل، أذكر أحوال الضايعات وحال العليل، أمسوا بلا والي وعليهم أقبل الليل، بلي ولي والولي معفر ينظرون، وخليفة الباقر يعالج حر السموم، ويقول يا ابني بالسلامة وين أنا أقوم، ما يفيد في جسمي دواء واذكر المظلوم، يوم الوقع بالسغم قلبا مزعين. ما ينسى يا ابني غريب الغاضرية، ما ينسى يا ابني غريب الغاضرية، جبدة بسغم مسموم طاحت من فرية، ما تبعطش والماي مهرم ما الزجيه، حرقه وخيامه وسلبه وحريمه وبنين. ولدي بالي يم الحسين في كربلاء، يا كاظم يا باب الحوائج، وانا على فراشي وفوق وساد خدي، وانت عند راسي وتمسح فوق كبدي، لكن من اللي لزم كبد حسين جدي، ومن غمض عيونه ويمسح له جبينه المناد وحسينا، وركبت من العدوان فوق الخيل عشرة، لحسين جابوها وداست فوق صدره، نوب على صدره ونوب فوق ظهره، الله أكبر بالعوادي داس وحسن. آه زينب تعايل كيف تتكسر، اضلوعه زين
العباد بخيمته يجري دموعه، طلعت الحورة صارخة تبجي بلاعه، وتصيح ريت اضلاعي تتكسر على حسن صدر متربى في حجر ذات القداسة. أول شمر بالنعل داسة وقطاع راسة، والحين بن سعد الرجس بالخيل داس، وصدرون تربيه البتول بحجرها.